هلا حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. رجعت لكم يوم مقطع جديد. بوي حبايبنا، مثل انتم شايفين نزلت عنا اليوم عجله جديده يا شباب. لا يا حبايبنا كثير متحمسين شباب، فايقين بكير وكل شيء باللوز. اوكي، بس قبل ما نبلش شباب، بلشت خلي بودر الكس نبلش بكل شيء شباب. لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام حبايبنا، ولا تنسوا باللايكات والشيرات والبارتاجات معلم. خلينا ندخل على السريع نضرب بوم. ليتس جو. شو بدنا نضرب معلم؟ لا طول بقى، خلاص هون يا شباب عندنا الجوائز الموجوده يا شباب. عندنا سكن هذا المعلم الشكل تبع العظام، اسمه سكن لباركا. شو اسمه؟ حزمه لباركا معلم. لباركا معلم، هلا والله على راس. هذا شكله السكن شباب، شكل برازيلي ولا كوبي ولا مكسيكي معلم حبيبي والله. اوكي شباب، عندنا هون رقصة وسكيل سيارة وبقجات، ولكن هون معلم عندنا 10,000 جوهرة. يا سلام. طبعا شباب مو انا معلم، في عندي جوهرة كثير معلم، يعني شباب واحد يعني حبيبي والله، فهمتوا علي؟ يعني مو انا اذا في كثير جوهر شباب يعني لازم كل مصرفهم، فهمتوا علي كيف الاقتصاد؟ المهم يعني اوكي حبيبي والله. اوكي، عندنا هون حزمات هذول الشباب تبعت السكنات. اوكي، والان معلم حان وقت الوضع جلد. لا حان وقت الحرق. اوكي شباب، انا على اليمين معنا لفه واحده بخمس تسع جواهر، والثانيه ب 50 جوهره، والثالثه لفه السبيشال لفه معلم 40 جوهره. طبعا هون شباب يمكن الان جت وحده، اصبر شوي ندور. هات نشوف، عجب معقول يطلع لي 10,000 جوهره؟ والله قربت يا زلمه، جنبه كانت. اوكي هنلف مره ثانيه معلم نشوف. والله يا شباب حبيبي والله، هذا في 10,000 لتشوف شباب، طولوا بالكم. اوكي هي عندنا اياها، بس هون على اليمين ستاقلكم شباب في ثلج مرتب شكلها معلم، ثلج جديد هون اللي بالاصفر حبيبي والله. سلام عليك، نشوف يا جماعه لو يطلع لي 10,000 جوهره معلم. يا سلام، لانه شباب هذا الحدث ولا مره طلع لي 10,000 جوهره، يعني اذا طلع لي معلم خلص وضع باللوز. هاي اللفة الخاصة معلم، على اساس نضرب لفة هاي نشوف، اللفة العادية التمانو بيض مان اللفة الخاصة لنشوف. يلا شباب يلا سوري، خلينا نعمل تخطي الرسوم لنشوف شو راح يصير مثلا. اوكي نعمل هون بس تخطي الرسوم هيك، اعطونا السيارة خمس لفات، نجرب مرة ثانية. اوكي لفة خاصة، يعني شوف والله ما بعرف شو هاللفة الخاصة معلم، يعني إذا واحد بيستفاد منها بشي. أوكي أها والله يا شباب عم يقول لك فرصة جايزة كبر 200% معلم، يعني 200% يعني والله يعني لازم يعني ناخذها معلم. يلا روح يا زلمة، لف روح. والله قربت على السكين شباب، قربت على السكين يا جماعة. روح لما من شوي كان ضرب هون وضرب هون معلم. يلا بلو بليز. اوه والله يا جماعه فكرت اوقف على 10,000، ترى معلم اذا جبت 10,000 صدقوني يا جماعه ما اعرف مين بيربح شباب، مين بيربح 10,000 جوهره شباب؟ اذا انت ربحت 10,000 جوهره شباب اضربوا التعليقات، تحياتي لك. يلا ولو بدنا السكن يا زلمه، السكن يا زلمه، شو هي هيك. يلا يا معلم دام. والله يا شباب انا شايف هذا الحدث معلم بده يفلسني معلم، والله فكرت طلع لي سكيت. اوكي هون يا شباب انا حصل على هالجواز هذول معلم، بما انه صار اكثر من لفات شفنا هالجدار اللون، بعد شوي بنجربها شباب بتدريب. اوكي يلا بلو يا زلمه، شباب شايفين شباب دائما عم توقف قبل الجائزه الكبرى معلم، دائما. روح اب، لا والله العظيم يا جماعه فكرت اجت على 10,000. لا شباب انا متفائل اليوم، متفائل والله مو طبيعي شباب، والله مو طبيعي شباب. هون شباب عندي كثير هواء شباب، بضرب الهواء بالشباك يا جماعه بيوقف على اليمين وعلى اليسار دائما، يعني خليه يوقف بالوسط ولو. يا لطيف يا شباب، يا لطيف يا جماعه، عن جد يعني ما بعرف معلم يعني
يا شوف شوف عم تخرب يا الله حرام. اوكي بدور على الشله هذا نشوف واحد اخذت ليش ابو 10 لفات خمس لفات مالي ياي ديم لو لو يلا السكن اعطونا السكن يا الزلمه بعد يعطونا السكن يا جماعه اوكي اولي حسبت لبارك يا معلم جبناها يا شباب جبناها للسكن معلم حلو طبعا مش 10000 الجوهر يا ستير يعني سو والله مش يعني والله مش يعني اصبر شوي اصبر شوي شباب طيب انا بضل بعد يا شباب ممكن يطلع لنا 10000 جوهره ما في ضرب هيك ما في شباب لا ما راح تطلع لي ما راح تطلع يا شباب انا بعرف الحظ نحس وبيض اوكي 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 معلم اوكي بالمناسبه يا شباب راح يكون في عندنا بطوله 25000 جوهره حبايبنا تاع المود الجديد مود المتفجر متفجر شباب الله يسعد ليكم شباب ركزوا لي كثير منيح بطولة على 25000 جوهرة شباب راح تصير عنا على البث بإذن الله تعالى غدا يوم الجمعة راح تبلش بطولة شباب على المود الخمسة ضد خمسة المتفجر اوكي بتعرف المود شباب التسجيل في البطولة شباب موجود تحت الرابط بالديسكورد عن طريق الديسكورد شباب تدخل بتسجلوا واهلا وسهلا بالجميع هذا هو خفيف لطيف يعني تدخل على الديسكورد بتشارك بالبطولة اوكي انا كمان بدي سكن شباب عندنا هذا السكن جبناه خلينا نجيبه حبيب والله خلينا نشوف المعلم بدي اشوف شو 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 وضع هذا السكن شباب عندنا هون ال القبعة تبعيته عندنا هون ال شو اسمه القناع قناع خلينا نشوف القناع معلم لحاله والله قناع باللوز ها والله قناع باللوز معلم والله باللوز حلو عندنا هون التشيكيت معلم التشيكيت حلو تشيكيت يعني شو اسمه هيكل عظمي معلم ابدا سكن هيكل عظمي معلم سكن هذا هيكل عظمي اسمه لابيركا معلم حبيب والله اوكي خلينا نجي لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون حط الثلج معلم ضروري يا زلمه جبنا الثلج يا شباب من جلب السكن بده من عاد جبنا الثلج جديده يا شباب صار عندنا اصبر وينه 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 وين وينك يا جميل اوكي هي هي يا سلام عليك معلم اليوم معلم كله شغل هيكل عظمي وما هيكل عظمي معلم وليتس جو ندخل على التدريب ونشوف الوضع شلون حبيبي والله اوكي شباب لا تنسوا شباب بالنسبه للبطوله يا حبايبي بتشاركوا طبعا شباب البطوله يعني جت شوي يعني بشكل متاخر يعني بشكل سريع يعني بلحظات سريعه شباب بس لكن راح تكون على المود الجديد شباب البطوله يعني 5 ضد 5 اوكي اوكي هات لنشوف هذا هو السكن معلم هيكل عظمي معلم حبيبي والله هذول شباب هذول شكل هذول اكيد ميكس هذا السكن مكسيكي شباب هذول مكسيكي مكسيك معلم عندهم كثير هالاشياء هيكل عظمي هيكل عظمي معلم كل شيء يعني هيك عندهم مثل هيك طقوس ولا ما اعرف شو معلم هيك حفلات شكل هيكل عظمي وما اعرف شو بيلبسوا كثير اشياء اوكي الثلج الجديد شباب معلم باللوس باللوز ثلج كلاسيك شباب ثلج كلاسيك يعني من الثلجات معروفات يعني الثلج الرئيسية يعني الستاندر بس ولكن عليها تغيير الوان ما الوان اشي باللوز معلم حلو السكين شباب ماشي بو شي سكين كمان حلو ومرتب ومرتب كثير اوكي شباب ما راح نطول عليكم اكثر من هيك جبنا السكين على السريع على الخفيف على النظيف اوكي لانه شباب في عندي كثير يعني تنظيمات بالنسبه للبطوله وهيك فهمتوا علي كيف لحقوا حالكم تعالوا انت وسكوادك نكلان انترفيو واهلا وسهلا بالجميع اوكي حبايبنا الكرام الله يسعد لي اياكم ان شاء الله استمتعتوا معنا اليوم لا تنسوا باللايكات والشيرات والبرتجات وكل الاشياء الاسطوريه معلم اوكي 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 رابط الضوابط راح تكون تحت بالوصف بحبكم بزاف سلام عليكم